عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل الكريم يقول: نحن نعلم أن احنا كنا جميعا موقوفون عن العمل، حنكمل شهر جالسين في البيوت. هذول الإخوة عمالة من مصر يعني، ودلوقتي الحظر اتفك والشغل اشتغل من الساعة 9 للساعة 5. ففي ناس مش معاها فلوس فبتقول إن ده عذر وعايزة تفطر، وبتقول ده عذر. المال ليس عذرا في الفطر، جزاك الله خير. المال ليس عذرا في الفطر. وأنت أخي الحبيب كنت في جائحة لا زالت مستمرة، وفي بلاء وفي وباء، يعني ينبغي أن تظهر إلى الله عز وجل المسكنة والضراعة. وكما قال السلف: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وصدق الله حين قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني التي نزلت بك هذه الضائقة ينبغي أنك أنت في الفترة دي كنت تراجع نفسك. المدخن يتوب، اللي بيشيش يتوب، اللي كان يشرب مواد مسكرة ومخدرة يتوب، اللي كان ينفق المال على قنوات إباحية يبدأ يتوب، اللي كان يعصي الله عز وجل بهذه النعمة بهذا المال. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني ينبغي أن يرى الله أثر نعمته على عبده، كما قال ابن عباس: فكانت النعمة والقرش ماشي في إيدك زي ما قال، والأشياء معدن. ومع ذلك كان الكثير من الناس إلا ما رحم الله عز وجل ينفقها فيما حرم الله عز وجل، فلذلك نزل بهم هذا الضيق. يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان الله يبسط له الرزق فيرى ما فيه من التوبة والنعمة فيزيده ويقدر عليه ويضيق عليه، لأنه قد حاد عن الطريق. فالله عز وجل لما أنزل الفطرة وأباحه قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما قال اللي ما كان في جيبه فلوس فعدة من أيام أخر. ويا أخي سبحان الله، كان السلف وكان أبوك وأبي وجدي وجدك يصومون في شدة شمس وفي شدة حر وفي شدة مسغبة، جزاك الله خير. وما كانوا يفرطون، هو شهر واحد بيجينا في السنة تفتح فيه أبواب الجنان، تغلق فيه أبواب النيران، تغل فيه مردد الشياطين، منادي ينادي يقول: يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقصر، ولله في كل ليلة عتقى. سبحان الله، كيف أنك تكون عتيق من النار وأنت تعصي الله جهارا جهارا نهارا يا أخي الحبيب؟ كيف أنك أنت تريد مغفرة الله عز وجل وأنك أنت في اللي افترضوا عليك وأنت قوي معافى وما عندك شيء؟ أحد الشباب الناس راح يشتري من البندة، حرسل لكم أنا المقطع، والله ما أعرف، ولكن جاني راح يشتري ويؤمل خير ويستبشر ويستقبل الشهر، وفته المنية. يا أخي احمد الله أن ربنا عز وجل أنسأ في عمرك ومد فيه لكي يأتيك هذا الشهر اللي احنا ننتظره. فمن مصائبنا ومن بلايانا ومن معاصينا تجد ان الانسان حيل بينه وبين ما يشتهون، كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب. فيا اخوان الله يرضى عليكم، اتقوا الله عز وجل. انتم خلفتم في بلادكم في مصر وراءكم ذريه واناس، كونوا صالحين لكي يصلحهم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الرجل يطول السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يا أخي توراك ذرية تريد لها الصلاح والبر والخير والبركة، ما ينبغي أبدا أنك أنت يعني تبارز الله عز وجل بهذه المعصية، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو تبقى فقير الدهر كله لكنك لا تعصي الله عز وجل فتفطر جهارا نهارا وأنت في قوة وشدة، أحب من أن تكون من أغنى الناس وتعصي الرحمن تبارك وتعالى. يا إخواني، أكثر أهل الجنة من الفقراء ومن المساكين. ولذلك إخواني اتقوا الله عز وجل، لا تبارزوا الله عز وجل بهذه المعاصي، والظوا والجأوا إلى الله عز وجل أن يرفع عنكم وعنا وعن المسلمين. لا تبارز الله بمعصيته. قال النبي: رأي أنف عبد أدرك رمضان ولم يغفر له، قل أمين، قال: قلت أمين. ومن أفطر يوما لم يكفيه صيام الدهر ولو صامهم، لو أفطر يوم عمدا كما جاء في بعض الآثار وفيها مقال، ما يكفي صيام الدهر كله ولو صام. وانت تفطر عمدا، ده الواحد يتحرق يا أخي، تأتيك أسئلة من الناس على عسيرة البيضاء، اللي عنده فشل كلوي واللي عنده سرطان يقول أبغى أصوم، وانت قوي معافى تهد الجبال هد، ربنا يبارك لك في صحتك وتقول أفطر؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعفو عنكم يا إخواني وأن يعفو عنا.
فلا تبارزوا الله عز وجل بمعصيته فينزل علينا وعليكم غضبه سبحان الله. نسأل الله السلامة والعافية، وألظ إلى الله عز وجل وأظهر الضراعة والمسكنة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ستر الله علينا وعليكم، غفر لنا ولكم. تأمل يا أخي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، هي كلها ساعات. أنت تصحى الساعة 9 تلقى ما أنك هب هب هب، خلاص العشاء، المغرب أذن. ينبغي الناس في رمضان تري الله من أنفسها خيرا. كان النبي يشد المئزر ويحيي الليل ويوقظ أهله عليه الصلاة وتم التسليم. عفى الله عنا وعنكم وغفر لنا ولكم، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واعلموا أن فعلكم هذا حرام حرام حرام.